نعم نعم عزيزي المتابع، مثل ما انت شايف هذا أقوى سيف باللعبة، وحقيقة يستاهل هذا اللقب عن واقع تجربة. لكن الشيء الزين ما يجي بسهولة، الشيء الزين يبيله شوي. هذا السيف عشان تحصل عليه لازم تروح ل 11 موقع وتأخذ منهم اللوح المطلوبة. وبما أنك عزيزي المتابع مدلع وتبي الشيء جاهز، فحليتك الألغاز وجبتك المواقع، ما عليك طول العمر إلا تتابع المقطع وتستمتع. ولا تنسى يعني اللايك والشير، ترى دعم صراحة يعني، ومتابعة ممتعة. صارت قصة خلاص. What is this place? اي والله what is this place؟ في احمر واجد هنا يركض هنا عملاق العطشان وهو بحاجة الى الشرب. قم برواية عطشي 10 مرات تحصل على حليتي الثمينة. 10 مرات، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. لا مستحيل. This looks like an old cellar. The air reeks of stale wine. Are those barrels still full? A shaft. I can see something at the bottom, but it's out of my reach. لحظة، أتوقع يبون يبون هجم البلد الأحمر. Drinking horn.
في اللغز، حل اللغز الثاني ترون هذا شو اسمه، اعتاد المعلم اللي يبيه يحصل بقناتي، اللي يبيه الاماكن حقت اعتاد المعلم، يعني اعلان بسيط البيبس. ملحوظة ملطخة بالمياه، بالمياه بالدماء. قبور غريب عند جزيرة دير ألي، مزرعة بريسليا. هذا هو اللغز، أنا بعتبر الثاني ولا كيفك؟ اعتبر اللي تعتبره أنت. ديمقراطية عزيزي المشاهد. طيب وين نروح؟ في باب هنا، في باب هنا، بس وين يودي؟ طيب أصعب شيء عندي أنا الحالي بالعالم كنترول السن، النية كذا والقفزة تروح كذا. طبعا مثل ما انت شايف عزيزي المتابع أنواع الأماكن ونوع القفزات، فأنت اتكل على الله، على قولتهم عقلها وتوكل، إلين إن شاء الله ما الأمور تزبط إن شاء الله والأمور تصير زينة. طبعا عزيزي المتابع تحتاج أتوقع نار صح؟ ها؟ الله طيب والله ما ادري بحطيت نار كان الشاشه اختفت. هي تغيرت الموسيقى. وات ويلنا. هي لعنه. اصعب شيء في الحياه. طيب نقفز ولا وش السالفه؟ ايوه هذه اتوقع ايه، هذه مكان اللعنة يا ولد. تم تدمير اللعنة. طيب دمرنا اللعنة هالحين، وتوهقنا منين نطلع؟ طقوس نطلع من فوق. ايه هذا السلم. طيب واضح اكيد من هنا، ولا هذا طريق؟ انا كاني جيت معه قبل شوي. لا ما جينا معه. وح بسم الله. طيب مقبض سيف راذرك الهائل، تعفني وحدي في السواد الداكن، نهاية ده الله يجبر بالخاطر. طيب اي مسارنا صح، فاتوقع في كنز هنا، مو اتوقع في كنز هنا، وفي حاجة باللون اللي نجمعها العقيق. طيب هذا غريب ما فائدتها يعني عزيزي المتابع، اذا جيت كسر الجرات اللي هنا وتاخذ لوحة المقبض الغامض. عزيزي المتابع اللي هو شمال نورث ميريا، اسمه كهف كهف ويكان عند برج اوليكانا. هذا اللغز، هذا اللغز الثالث المطلوب. طيب من هنا اول شيء سلاسة، سلاسة ما شاء الله تبارك الله، القفز، التنقل، اسلوب الحياة. طيب ايوه اسف رح ايوه. مثل ما تشوف عزيزي
الدعوة الظاهر كلها تسلق. ايه من فوق من هنا نكمل. طيب عزيزي المتابع، كم مرة قلت طيب بالمقطع؟ في حبل. ايوه ممتاز ممتاز ممتاز. نوصل هنا. تيتانيوم، ممتاز التيتانيوم لتطوير العتاد، جدا رائع. في رسالة هنا، لعنة الساحرة. الوضع لعنة. يا أسسن انتم حركاتكم. هذا وشو هذا؟ لقينا الباب اخيرا. احجية اخرى. بالانتظار وليمة سخية، الخطوة الجسور الراسخة، يجب الحذر من الوحوش الشريرة حيث ان الطبق الذي تقدمه هو الانتقاء. شوف انا فاهم، ما ادري عن يعني ما ادري عنك عزيزي المتابع. خلنا نبدا من الفتحة هذه. لعن ابو ابليسك يا ابن الكلب. اعوذ بالله. غدرة لا وجمجمة، اتوقع انه اقوى من مستواي. والله ما تسوى. اموت موت. ما مات. اعوذ بالله. في شيء ثاني. طيب مسدود هذا، منين نجي؟ ما في جرة ما في شيء. نبي نروح الباب الثاني الحين. اعوذ بالله يا الحياة. تنقل تنقل بعد. اعوذ. طيب خلينا نجمع من الريش الحين. عزيزي المتابع توهقنا بالبيبان كلها زي بعض. طيب لكن اكيد في شيء هنا. اي هذا الجدار قبل شوي واقفين عنده، هذه الجرة. ممتاز اقدر اوصل، ما افتح شيء. نروح مع الباب الثاني الحين. اي والله فتح. طيب جمع هذه القطع الأثرية. وهذا عزيزي المتابع مكان اللغز الرابع اللي عندنا، اللي هو كهف ديربي سبار. طبعا الباء هذه من عندي، يعني اني فنان بالانجليزي، يعني قريبة للغز رقم ثلاثة. اللغز رقم ثلاثة هنا، رقم اربعة هنا. وبالطريق انت ابو يا شباب، اذا كان لف لك يعني انا لف 130 وطحت بناس اقوى مني، فخلك مؤدب وضيعنا الطريق. خلك مؤدب ايوه هذا الطريق. يعني انتبه يفقعون وجهك عزيزي المتابع. معقول كذا؟ هذا المفتاح على طول. طيب ممتاز. يواجهني تحدي. اهم شيء لا يصير خنزير. مش هذا العثور على اداه صيانه النصل، كن واثقا. الخطوه كماعز الجبل. طيب اوكي نقضي وقت الحاجه. معروف
ما في كنز. قماش وخام. طيب قاتل البكتير وانا اعمل ايه؟ ايوه هذا مكان زحلقه، فدبر الكسات الله يعينك عشان تقفز ما تعيد. تكفى ليكون ما هو هذا الطريق. اكيد هذا صح. لا 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 هذا هذا. ايوه لا لا لا. طيب ايش نسوي احنا الحين؟ طيب كذا اقفز اقفز. اوي هذا الموت. رجعنا. طيب احنا منين جينا؟ جينا من هنا يعني نروح هنا. اخس حتى هنا ما فيه فضة. طيب الحين عزيزي الله يستر من الغدرات. لا 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 انتهى 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 جمعناها. والله عزيزي المتابع باللغز الخاص طبعا اعلان كذا سريع. عندك اللبس هذا لبس المستترين، اذا تبي راح تحصله بالقناة كيف تجمع المخطوطات وكيف تاخذ اللبس. ترى يعني كل شيء عندي يعني. لفيفة حمراء مغطى بالطحالبة يا رجال. بلا طحالبة ولا شيء. طيب اهم شيء القماش والخام عشان التطوير وعشان ال. طيب الحين احنا وقفنا. لا صار مفتوح. احرقت بنفسي. لا عزيزي يا المتابع لا تسوي حركتين قبل شوي، لا تسويها ابدا. طيب عندنا الحين مشكلة ثانية اللي هو سم ثاني. Need to be careful here. Let's see what lies in store. لكن الموت صامت ويتربص بين السحاب. معقول عباءة؟
كناية. Easy now. Something's not right. Something's not right. كل شيء ما هو زين. كان اللغز السادس عزيزي عن الباحث عن السيف. طبعا هذا اللغز اللي جيناه رقم 5 وهذا رقم 6، يعني ما هي بعيدات عن بعض صراحة، فلو تمشي بالترتيب أفضل، ترتيب المقطع عشان ما تهك كل شوي تدير تروح ترجع وهكذا. طبعا هو المفترض والمفروض انك اذا وصلت هنا راح تحصل قارب، لكن اخوكم في الله راح وضيعت المدخل ورجعت تسجل المقطع من جديد، لذلك راح اسرع المقطع ان شاء الله لين ما اوصل. الله يعين، اصلا السباحة حلوة. هذا القارب حقي قبل شوي، المهمة اللي قبل شوي وصلنا استلم قيادة منه. الحين يا شباب انا قعدت ادور 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 الين ما حصلت المدخل هذا، فما لك طول عمري لا تدمح. شو اللي صار؟ ايوه ادعس زي كذا واركب وكمل المسير. لا 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 تكفى تكفى لا 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 يا الله ليش كذا؟ قصد صح يا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علي عزيزي المتابع، فكنا الطعم هذا كان علامة عشان عشان ايش؟ رجعت من طريقك النار. والله النار مهمة. طيب صدق والله ما في شيء. وين نروح؟ لا 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 يمكن كذا. Ayuh.
مكان مليان غاز. طيب خلي يا مدير خلي. والله داميو يلا السلامة. طيب المشكلة كذا توهقنا. احترق ولا اي ضبط. دعوة تلغي. عود بلا انحش انحش. هنا مكان الحجر او اللغز السابع، ما هو بعيد يعني، ما هو بعيد من انا الغاز اللي قبل اخر خريطة تحت. هنا في مكان اسمه منجم ستلالا لايك منجم، نقراه بعدين. طبعا هنا راح تحصل فيها حجر خام كسرته انا قبل بداية المقطع. هذه البوابة عالم. هنا حجر خام وهنا على ما اطلع. لا ما صار شيء. مش صار رجعنا نفس المكان. الحجر يا شباب لا تشيلوني، رجعكم لنفس المكان ما في فائدة. فا وش نسوي؟ نرجع. One more enigma to unravel.
احجي اخرى دليني ايش العمل الحصول على الوعاء الضخم عليك ان تكون شجاعا مثلنا قم بغوص كالسلمون حيث يزدهر الحديد وامسك الشيء الذي يمنحك الحياة يعني شكل المهمة يلا هذا الماء شكل المهمة غوص مساعدة بغيت أموت وخيرها مساعدة طيب هم ما خلص اي والله ما خلص والله الوضع دعوة مو سلاما لكن وصلنا وهذه قطعتنا وحجيتنا السابعة يا هلا والله متابعين الأعزاء حياكم الله في اللغز الثامن طبعا اللغز هذا يبيله شوي تركيز ويبيله شوي تعريق عشان نحصل على القطعة المعدنية أول شيء يا شباب اللي يسأل عن السكن هذا ترون سكن ثور ومنزل كيف تحصل عليه بالحساب فاللي يبي يشوف إن شاء الله إبداع إبداع بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حل اللغز أول شيء فقد المشاعر والحركة الرشيقة ومتخذ القرارات بحرص وخيرات بذلك ستكون كافة التجارب هي عن الوضع حشرة هنا يا شباب المفتاح مثل ما انتم شايفينه قفزته بغلط ليش يبيك لازم تضغط مثلث طبعا وش دراني انا لاني عدت هذه المرة الرابعة او الخامسة اللي احاول اسجل من جديد طيب رجعت انا ليش فتح الباب اوكي الامور كلها ماشيه تمام الحمد لله طيب نجي من هنا الحين طيب في مفتاح مثل ما انتم شايفين تعدينا ولازم لزوم اول ما تقفز تضغط مثلث ذيك الصعب بس اضغط مثلث عشان ياخذ يعني او الزر اللي تستخدمه عشان ياخذ تصوب كذا مثلث ممتاز نروح هنا طيب جمعوا زرع يا يمكن تحتاجونه بالمهمة طيب هالحين وضعنا كويس مثل ما هو واضح الحين طيب وش اللي باقي الباقي طول العمر انك تاخذ هذا مثلث اخذناه كفو طيب هنا ممتاز والله يصدع Hmm.
لا 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 مو كذا التهور، مو كذا. إذا أنت سنايبر مثلي الثاني مني. شايفين المفتاح؟ طيب كويس. ايوه وصلنا هنا. واخيرا حلينا المشكلة. التحدي هذا رقعة الشطرنج، عاد أنا فنان بالشطرنج، ما يحتاج أقرأ الباقي، ما يحتاج. أكيد لها فائدة. يعني هذه تحركها عشان إيش؟ طبعا عزيزي المتابع لا تسوي نفس طريقي، يعني جاي جبت العيد انا. ممتاز. ما ادري ايش اللي صار قبل شوي. هو ولا مو ام، يلا مشينا. لا لا مو كذا. ايوه في درج ما أعتقد تحتاج. عزيزي المتابع أهلا بك في اللغز التاسع. طبعا أنت قاعد تدور وين الكوخ، يلا بدخل بك. لا يا حبيبي، لا لا يا عزيزي، لا. اللغز التاسع إنك تقابل الأسطورة هيك قوة 250، وأنا قاعد أتكلم لك وأنا مقاتلها يمكن 11 مرة، على امل ان شاء الله هنتصر عليها الحين. فالاسلوب الوحيد اللي شفته، طبعا هي معاها سم وانتبه ومعاها اتباع، لكن الاسلوب الوحيد اللي شفته نفع الى الان يعني بتقليل دمه اللي هو الاسهم من بعيد. فالله يعيننا بنشوف. لا 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 لا
تموت تموت تموت. اختصر لك يا عزيزي المتابع، حطه على وضع سهل ولا قسم بالله تحذف اللعبة. الى اللغز العاشر. طبعا تأكيد القتل لا تنساه عزيزي المتابع. عزيزي المتابع، داري داري حياك الله باللغز رقم 11، وداري تحسب كوخ ودخل ووقف. لا لا يا حبيبي، راح تقابل شخصية ثانية اسمه وود، تم تركه حتى الموت في مدفن يعجب الوثنيين، يعني كافر وملعون جدف، وينقل وود رسائل المنجل. المنجل هذا أسطورة. فاللغز العاشر، تسمي بالله وتقاتل وود أول شيء. طبعا أنا وش بستخدم معاه؟ بستخدم معاه هذه كفو. بسيط 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 وسهل. هذا نشوف يعني ما هو صعب زي الكلب اول واحد. السم عزيزي المتابع الباحث عن السيف الاسطوري، ما عليك من صوت المعزه، صوت المعزه يهون عند هذاك. شايفه اي نعم عزيزي، هذاك 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 تشوفه، هذاك تشوف اللي عليه الجمجمه. انا اعلمك وشو هذا، هذا اخر واحد موجود عندنا باللغز. طبعا بعد ما تقتل اللي باللغز العاشر تجي عند روثغار 280. شوف شوف يا طويل العمر، لعبت معاه جيمين اقدر له، يعني اسهل من اول، اسهل من رقم 8 اللي هو اول واحد، اول عدو واجهناه سهل بالمره. لكن يبي لك خفه، والله يعينك على يعني ضربته سم 280، لكن انا اشوفه سهل سهل سهل. فنبي نجرب حظنا. طبعا اول استراتيجيه معروفه الاستراتيجيه والشيء هذه. طبعا عزيزي عزيزي قبل ما نبدا الفايت، مو سهل تروح تحسبه واحد من الجنود، لا يا عشيري. فانا اقول لك سهل بالنسبه للمتعصبين. طيب نوقف هنا، ناخذ الوضعيه، نسمي الله عز وجل، نحطها براسه، تطلع النقطه واحد. اجلد 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 يا الفخامة، اجلد يا الفخامة. هذا اختصاره اللي انا شفت مهاراتك بالمواجهة. عزيزي المشاهد واضح اني خايف صح؟ لا تلومي، ما في شفتوا؟ وكم الطاقة؟ كم قوتهم يعني؟ 340. فأنا مت يمكن 3 أو 4 مرات لين ما وصلت الكهف. هذا الكهف أنا ودي أوريك يا عزيزي المشاهد من برا. دقيقة. شوفوا أنت بابا. جوني 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 الله يلعن أبو بليسك، ارجع. 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 خلاص عزيزي المتابع، هو سهل وبسيط عزيزي المتابع، هو سهل وبسيط. تروح هنا الكهف ميردين عشان نحصل على ايش؟ السيف الاسطوري، السيف الاسطوري اللي تعبنا نحل الالغاز ونجمع الصفحات او اللوحات الين ما وصلنا له. طبعا اول مره ادخل الكهف فيمكن اضيع مكان، اتاخر شوي، فعادي. الله ياخذ بليسك، والله خايف اطرق عليك تدخل تقتلني، لكن الهجه زينه. هذا الكهف، والى السيف الاسطوري، الى السيف الاسطوري ان شاء الله ما نواجه اي دوخه
ويكون الطريق واضح لكم مشيئة الله إن شاء الله. شوف البحر أكيد ما نجيها الحين، نجي من هنا. شرد شرد، الله يستر عليك. الخام يسوي لي إغراءات. فأعتقد والعلم عند الله إنه ما راح تأخذه بهذه السهولة. لا لا لا، عشان ما ضيع. فا دقيقة، وين هذه أوديسي؟ أكيد نقفل صح؟ ما في شيء ثاني، ما في احتمال ثاني، ما في احتمال ثاني. أجل دام الدعوة به قمز. أعزائي المشاهدين، لأنكم تدرون إني ما راح أرجع له، فا ناخذ لنا كم خام. طيب معليش، اللي يبي يسكن، اللي يبي يسكن، وترى له خوذة بعد، الخوذة هنا شايفينها، خوذة ثور أقوى عتاد باللعبة، يحصلها بالمقاطع. المهم نبي نقفز. بسم الله. طيب المربعات الدوخة أكيد. طيب نجي من تحت صح؟ أكيد. طيب صدق ما في لا ما في فتحة فوق، يعني معقولة؟ أيوة. ممتاز، وصلنا السطح. ممتاز ممتاز ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله، سلاسة. طيب الحين وين نروح؟ هنا هنا أكيد. كم درهم؟ شو ضيعت السهم على الحقير؟ ولا فوق؟ خلونا فوق. ايوه في لوحة خضراء. قريني كنت مانتي نو مان ترين تيموتي كنت رمان. واضح واضح اللي قال. هذا هائل طبعا، الصوت المدري ايش فيه يقطع. نقرأ الرسالة الثانية. أنت يجي هنا في سيف موجود، أنت خود بعدين ما في مشكلة، بطل أنت قوي مرة. هذه الترجمة. طيب الحين عندنا النشبة هذا، فما أدري هل يبون ندعس وقفز. في حديدة هنا. من هنا من هنا عزيزي المتابع، لا تهور، أكيد أنا من هنا صح؟ أكيد أكيد أكيد. بسم الله. أيوة الله. إيه نجي من هنا من هنا. طيب في أصوات، تكفر يكون فايت. أعمدة الحجر بثقوب في قاعدتها. طيب في الكهف ستجلس فيه، عليك النظر إلى أعمدة 12 و12 مقعدا لثروات بريطانيا وسيف القدماء يدعى كاليدوفلوتش. كاليدوفلوتش ما هو اللي مع ون بيس؟ حامي هذه الجبل يحمل كلها من يسعى إلى هذه الهبات ويجب وشي ويحب هذه الأرض. آرثر بن دراغو. ال 11 عمود هذا هي الأعمدة اللي جمعناها من الغاز عزيزي المتابع. أول شيء اللوحة الأول.
عشان وهذا ال 11 لغز اللي حليناه ما عدا واحد ما ادري من اللي حاطه. فاني بنروح نستلم الجائزة نسحب السيف الاسطوري. بدون تخزي، الله أكبر، بدون تطوير. لا لا لا، وعليه تروفي بعد، ما أدري طلع لكم ولا لا. تم ربح جائزة كلف دلف الدفدوش. مصيبة صراحة السيف هذا، مصيبة. شوف شكله، والله يستاهل التعب صراحة، يستاهل التعب. حتى أنا عزيز المتابع تعبت وشقيت حتى أجيب لك هذا السيف الأسطوري وتنبسط وتلعب وانت مبسوط. فيعني لايك شير، إذا ما أنت مشترك اشترك، هذا أهم نقطة بالموضوع. وكان معاكم فهد من قناة Game Shift، استودعكم الله، وإلى اللقاء في مقاطع أخرى.